شهدت العاصمة الأردنية عمان احتفالا للفنون الجمالية، والذي استهل بعروض الأزياء التراثية العربية والكردية، إيمانا بأهمية إبراز التراث العراقي بتنوعه وجماله وإبداعات أبناء العراق سواء في الداخل أو الخارج. اليوم كان فن عراقي حقيقي، تعرف العراق مليء بالثقافة والفنون والإبداع. اليوم كان هناك كرنفال وفرح وصنع للجمال، وكان حضور متميز من الفنانين الكبار والمثقفين الكبار من العراق. أتوا إلى هذا المكان، المكان فور سيزن، والمطرب حاتم العراقي، وعرض أزياء متميز، وفرقة دهوك للفنون الشعبية قدمت دبكات كردية. كان أكو تلون بالتراث والفلكلور والغناء والفنون عامة. سعداء بهذا الكرنفال الكبير الجميل، ومع أخوتنا الأكراد أكيد، ومع أخوتنا الأردنيين إن شاء الله يا ربي يسعد الجميع في هذه الأمسية الجميلة. نجوم ولاية بطيخ كانوا سباقين لإدخال الفرحة في قلوب الحاضرين بمقاطعهم التمثيلية وقفشاتهم النقدية التي أضفت روح الفكاهة والنقد الساخر للاحتفال. تلبس قام سماري، سماري يعني أداة التي معنى لابس هذا اللون. كل هالبنات كباب علي، عفتهن وجيت. حلو. تمشي تلبس ساعة باليمين، وساعة باليسرى، وساعة مكسورة من النص. مكسورة من النص؟ أي. إيه؟ وتروح عصبة تخليها على البيت مالتها. هذا كذا ليش متجسد؟ بس ساعتين ونص منتظرك وأنت معطلة. بالتأكيد هو هذا النسيج العراقي المتجانس أو الحزيفساء العراقية متكونة من كل الثقافات الموجودة، وخاصة في العراق الجديد طبعاً. الرسالة اللي حبينا أو حبت منظمة قنديل إيصالها للجميع، أنه مفاهيم التعايش المشترك والتنوع الثقافي، أنه من حق هذه الثقافات المحافظة على موروثها الثقافي والتعبير عنه بكل أشكاله. اليوم كان كرنفال كلش حلو، تمثل بعروض الأزياء عدة مصممين، أنا من ضمنهم من العراق، ومصممين أردنيين من المغرب أيضا، كان يعني قدموا وأبدعوا بتصاميمهم. بالنسبة لتصاميمي كان كولكشن عبارة عن فساتين سهرة وكوكتيل، اخترته استوحيته من الطبيعة ومن الأميرات الصغيرات. مثلت المرأة تفاصيلها بأنوثتها. الدبكات الفولكلورية التي قدمتها فرق عربية وكردية عكست جمال الموروث العراقي من الشمال إلى الجنوب، وترجمت صورة التعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد، وتعزيز التنوع الثقافي، وتمكين مكوناته من التعبير عن فنونهم الجمالية. هذا الفاشن والأزياء اجتمعوا اليوم من عمان لبعث رسالة، أنا باعتقادي هي رسالة حب وسلام لشعبنا الصابر المجاهد، رسالة محبة. اليوم لا سيما احنا جايتنا عيد نوروز لشعبنا الكردي، نقول لهم كل عام انتم ألف خير. ايضا لعيد الام زامنة، نقول لكل امهاتنا كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله العراق يكون دائما بخير. وهذه الرسالة وهذا الاجتماع في هذا المكان في عمان ما هو الا رسالة محبة وسلام إلى شعبنا الكريم، وشكرا لكم لقناة العراقية. لمسات الجمال أضفت روحا مميزة لهذا الاحتفال، لتتبارى الفنون الجمالية وتعطي أروع صورة عن عراق الفني والإبداعي وصناعة الحياة. من العاصمة الأردنية عمان، لبرنامج صباح العراقية، زيد الطائي.